اش نقول لها انا اخويا؟ الا كان ولده راه ولده، ما كانش ولده راه هي كتعرف، هي كتعرف الراجل ديالو شكون هو، شكون هو باه، شكون هو، هي كتعرف. ما غندخلش معاها انا في هاد الصراعات هادي. انا حاجه وحده اللي كنطلب هي ما تسبش لينا الوالدين ديالها. الا بينا وبين عادل الميلودي شي لعيبه كيبقى داكشي حوار بينه وبينها، واش فهمتي؟ هضره هضره تتجبد. اما الوالدين اش قعدهم؟ اقول راه حتى حنا راه عندنا خوت، وخوتنا ملي سمعوا هاد الهضره هادي راه هما مرضوا. ملي كتقول الله ينعل كذا مالها، كانت سكرانه، كانت دايره شي حاجه، والله هادي كتبان لي بحال كانت مغيبه ملي كانت كتسب الوالدين وكدير هاد الشيء هذا. راه بحال ما كانش ساحي هادي. كنوصل لها غير تجمع راسها، لان راه كاين طلبات في المحكمه عند البوليس هنا في الدار البيضاء على قبل هاد الاذاعه هادي، لان هاد الاذاعه هادي هي اللي دارت المشاكل لعادل الميلودي اصلا. وشكون اللي دافع؟ دافع فنان، وهاد فنان هذا كاين هنا في عين الدياب، عنده قهوه الشيشه كيقتل في الشباب، كاينه هنا في عين الدياب، وراه معروف كيقولوا ليه القرد، راه معروف القرد، معروف راه هو كاين هنا في عين الدياب وعنده قهوه الشيشه كيقتلها في الشباب.